أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقتنا. هذه الحلقة نخصصها للزعيم عبد الرحمن اليوسفي. في حياة الزعيم عبد الرحمن اليوسفي ثلاثة ديال الأسرار ولا ثلاثة ديال الأشياء مهمة هي اللي كتشكل الشخصية ديالته والموقف السياسي دياله. هذه الأشياء تجربة الاعتقال، ثم تجربة المنفى، وتجربة المرض. هذه التجارب مجتمعة هي اللي كتعطينا عبد الرحمن اليوسفي السياسي المحنك الذي قاد تجربة التناوب وتجربة الحكومة الاشتراكية. بداية، عبد الرحمن اليوسفي هو من مواليد 1924 بضواحي مدينة طنجة، بحي بعيد شوية على طنجة اسمه الدرداب. الأب دياله هو أحمد والأم دياله هي فاطمة، وهو أصغر إخوته الأشقاء. من طبيعة الحال درس بمدينة طنجة الدولية اللي كانت معروفة الحماية الدولية، ثم بمراكش، وهنا غادي يلتقي بالفقيه البصري وعبد الله إبراهيم، ثم سيسافر إلى فرنسا. هذه مرحلة الدراسة استغرقت ما بين 1931 إلى 1952، حيث أصبح يعني شد الإجازة ديالته في القانون وأصبح محاميا. على المستوى السياسي، الانتقال من حزب الاستقلال، الانتماء ديالو كان في حزب الاستقلال، ثم إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي عمل على تأسيسه رفقة الفقيه البصري وعبد الله إبراهيم والمهدي مبركة ومجموعة من المناضلين في هذه الحقبة، بالضبط في 6 شتنبر 1959 بمدينة الدار البيضاء. على المستوى الصحفي، ترأس جريدة التحرير في 14 ديسمبر 1959 والتي حجزت ومنعت الجريدة من الإصدار، وتم خلالها اعتقال عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري، وتم إطلاق سراحه بعد 15 يوما نظرا لوضعه الصحي المتأزم. في سنة 1963 سيتم اعتقاله مرة أخرى رفقة 11 شخصا صدرت في حقهم حكم بالإعدام. فقط هو حكم عليه سنتين موقوفة التنفيذ. علاش؟ احنا غادي نعرفوا علاش. سياسيا لعب اليوسفي دورا كبيرا في عملية التنسيق ما بين 1963 و 1967 كمنسق للحزب، وغطى محاكمات المهدي بن بركة، ونصحه رفاقه بعدم العودة إلى المغرب، وفضل الاغتراب الاضطراري بفرنسا لمدة 15 عاما إلى سنة 1980، حيث استقبل الحسن الثاني والدة اليوسفي فاطمة وقال لها لابنك أن يعود ما يشاء والوطن سيرحب به. بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد سنة 1992 سيصبح اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الاتحاد الشراكي للقوة الشعبية، ثم ترأسه لحكومة التناوب سنة ما بين 1998 إلى 2002. نستخلص ماشي الأحداث، ولكن أشنا هو الأهم، نستخلص من مسيرة عبد الرحمن اليوسفي السياسية وتعرضه للاعتقال أن الأحكام دائما كانت مخففة، وأركز على كلمة مخففة، مرة 15 يوم، مرة موقف التنفيذ، مرة عامين، ولكن دائما كانت مخففة بالمقارنة مع الأحكام ديال الإعدام والأحكام ديال المؤبد والأحكام ديال 20 عام، ثم كذلك الأحكام ديال الإعدام وما إلى ذلك. السبب شنو هو؟ سبب جوهري، أن وضعه الصحي كان على قد الحال،
ووضع صحي متذبذب. فتاريخيا معروف أن عبد الرحمن اليوسفي تعرض لعدة أمراض، يعني أن المرض دائما يلازمه، من بينها أنه تم استئصال رئته اليمنى من خلال عمليتين جراحيتين بمدريد بإسبانيا سنة 1955، وظل يعاني ضيقا في التنفس وفي الأماكن المغلقة. ثانيا، في بداية الثمانينات اكتشف مرضه بالسرطان، وأزيلت له 25 سنتيمتر من القولون، ويعني أن المرض كان دائما يخفف من وطأة الأحكام، وأن المخزن لم يكن يريد التورط، يعني أن يصبح، يعني كان دائما يخاف المخزن أن الحكم على هؤلاء الأشخاص بالأحكام ربما سيشعل منهم أبطالا، وهذا هو الاعتقاد اللي كان سائد. ثالثا، أثار ثلاثة ديال الحوايج، المرض والغربة والاعتقال، صنعت منه إنسانا زاهدا في الحياة وزاهدا كذلك في المال، وهناك الكثير من الشواهد على هذا الأمر. خلاصة القول أن عبد الرحمن اليوسفي رجل تمرس الممارسة السياسية والفعل السياسي، وله قدرة كبيرة على التواصل وعلى التعبئة كما حدث في مراكش وكذلك في أسفي وبالحي المحمدي بالدار البيضاء وبطنجة، لأنه من الأسباب التي هيئ الوضع لاستقبال محمد الخامس سنة 1947 ورفقة المهدي مبركة، وهذا يعني أمر باين وواضح أن له قدرة كبيرة على التواصل والتعبئة. وتمتاز الشخصية ديالته أنه هادئ ورزين بشكل كبير جدا، وأنه منصت كذلك بشكل جيد، وبالمقابل أنه يمتاز بالفطنة والذكاء والقراءات السياسية العميقة للأوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية للمغرب، وهما اللي ينفعوه أنه لم يحكم بالإعدام أو بالمؤبد أو بأحكام قاسية كما باقي الرفاق، وأهلته لأن يقود الحزب في فترة حرجة من حياة المغرب، فترة التناوب بعد وفاة الحسن الثاني. نأتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، وكل التقدير والمحبة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.